عرفها من هدوءها وجوها وسماها الصافية وصوت الطير بيغرد حوالين أراضيها الخضراء. بسطت ولادها وقلوبهم الطيبة، أبوابهم دايما مفتوحة والبسمة على وشوشهم مرسومة، مميزة بمعالمها التاريخية أو بصناعة معينة، ومن اسمها تعرف أصلها. هنروح ونلف معاكو كل قرية نعرف حكايتها، ونتجول بين أراضيها ونتكلم مع ناسها وأهليها، ونشوف ونسمع قصتها اللي ما فيش زيها. تعالوا بينا نبدأ رحلتنا، وهذه قريتي. قريتي لإسمها تاريخ يرجع لآلاف السنين، بالمنسوجات والتريكو مشهورة، وبأكشاك اللحوم معروفة. تعتبر المركز التجاري للقرى المجاورة، بيوت أهلها مصانع نسيج صغيرة، وفي شوارعها معارض كتير على الجنبين. قريتي غنية بمساجدها ومدارسها، ونسبة التعليم فيها عالية، ده غير الوحدة الصحية وأراضيها الخضرة في كل ناحية. قريتي هي طنامل بمركز أجا بالدقهلية. طنامل الشرقي كان مكتوب عليها طنامل، طنامل دي يعني طن مال، طن مال. كان هنا واحدة ملكة نبدة قالت البلد دي فيها طن مال، بلد اللي جنبنا فيشة كده، فيشة وسهراج ومشية البقلي وضماص ومتمعاند ومتمسعود وسماحة وشوى الشرقية وشوى الغربية وشبراويش وكفر عور والمندرة وكفر المندرة ومتدمسيل ومتشنة. البلد دي مشهورة بالتريكو والفلاحين، بس اكتر انت اكتر عندنا هنا التريكو. وبعدين البلد ديت بلد طالع منها اجيال بشوات، البطل احمد عبد العزيز ومحمود طه ابراهيم. يعني انا وانا راجل عندي 75 سنه، فاي ميت ما بقعدش ابدا حتى تنتهي الميت، واقف على رجليها كده نظم الميت. فاي حته في البلد دي غني وفقير ما بسيبش حد والله. والأفراح من كلنا بنساند بعض، وعندنا وحدة محلية وفيها رجل ممتاز الممتاز، وعندنا الجمعية الزراعية الرجل بتاعنا رجل محترم. التريكو برضو عندنا ممتاز، وهو تفضل التريكو هوم حاجة على كيف، ومشاو فتح بيوت الدنيا. طنامل الشرقي من أهم قرى مصر الصناعية، بدأت في صناعة المنسوجات والتريكو في السبعينيات، وانتشرت وبرعت فيها في أواخر التسعينيات، حتى بقى فيها مصانع للمنسوجات والتريكو كبيرة وصغيرة، ومعارضها تلاقيها في كل ناحية فيها. شغال على المكنة ده ايه؟ أكثر من 25 سنة شغال على كولا بالشغل، وهاف يعني هيكون وسبعات، ونجاني شغل أشتغل على عادي شغل من الفرد. أنا من 64 في الشغلة دي. إحنا طبعا كنا في الأول كان في دواليب بنلف عليها بالبقر، وخشنا تعلمنا على المكان في المصانع، واشتغلت في مصر واشتغلت في المنصورة، يعني مش في مكان معين برضه، بس اكتر مدة اشتغلتها هي في فترة اجازة. مثلا في الصيف ما بتبقاش في شغل اي مصانع، يعني عامة في المصانع.
المصنع بدأ من 30 سنة بمكنة يدوي، وربنا أكرمنا وزودنا اليدوي، وبعد كده جبنا كمبيوتر إيطالي وجبنا مكن ألماني، والمهنة دي ورثناها أبا عن جدي. الحاج عبد النشار طلع من القرية دي، وهو جاب المهنة دي من إيطاليا زمان، متخصص في البروفر الجالي، يعمل سويتر وبروفل وبيعمل أطفال. ويعني قبل كده كان بادئ بتيارات وحاجات، بس هو دلوقتي متخصص رجالي. احنا عايزين حد ياخد بايدنا ونصدر، يعني احنا عايزين حد ياخد بايدنا، لان احنا مش عارفين نمسك التصدير. واحنا دلوقتي يعني علاقتنا بروسيا كويسه، ممكن اي حد يوصلنا. احنا عندنا منتج كويس، ممكن يعني في اي مكان نبيعه. المكان ده او تخصصنا احنا ما نعرفش نشتغل حاجه غير الشتاء، ما بنشتغلش صيف، هو شتاء بس. فلما يجي الشتاء البرد بيجي احنا نبطل، لان بقى عندنا منتج نبيعه في الفتره اللي هي بكفي الاشهر بتاع البرد. الخامات دي بتيجي من منطقه صناعيه من العاشر من رمضان، ومن برج العرب من اسكندريه. ولادي شغالين معايا حاليا في المصنع ما شاء الله، يعني عندي ولدين شغالين معايا، ولدين تاني في التعليم. انتاج المكن دي احنا ما بنلاقيش حد يشتري مننا، وحتى لو حد اشترى مننا بياخدوا على المبيع، يعني ياخدوا على ان لو خد 100 قطعه وباع 50 يرجع لنا 50. البروفل على حسب تكلفته، يعني كل بروفل على حسب التكلفه بتاعته، لان مش كل بروفل بزيت تاني. ممكن اعلى منتج ممكن 50 55 جنيه اعلى منتج، وهو لو اتاخد اتباع في المحلات حتى اتمنه مره كمان. بلد هنا في النامل فيها 300 مصنع مرخصين، يعني البلد ما شاء الله عليها، وفيها اكتر من 150 محل بيبيع جمله وقطاع، يعني نص جمله وجمله ما شاء الله كويس. بس الوقت اللي انتوا جيتوا فيه ده احنا في ركود ما اشتغلش. احنا بنعمل معرض سنويا من منتجات التريكو، والمعرض بنصرف المنتجات بتاعته عن طريق محلات وتجار خارج القريه. واصلا البلد بتشتهر بمهنه التريكو، وتوجد مصانع كثيره في طنامل الشرقي، وتشتغل بشباب كثير من القريه. وبدايه هذه المهنه في قريه طنامل الشرقي بدأت أصلا بحاجة مكان عبارة عن مكان يدوي، ثم تطور بعد إلى ذلك إلى دخل مكان اسمه مكان كمبيوتر. مكان الكمبيوتر بيحتاج الإيد عاملة بسيطة مش كتيرة، فالمكان ده ممكن ينتج، يعني ممكن ينتج في اليوم من 20 ل 30 قطعة في اليوم. فبداية التصنيع بتبدأ من حاجة اسمها صوف لكرة. الصوف اللكرة دي بيبدأ منه تخش على المكنة، وطبعا المكنة دي بتبرمج لها زي برنامج كمبيوتر كده، بتعمل لها فيلم بالرسمة بتاعته، فبتتبرمج المكنة، فبتنزل الحتة فرد من المكنة، وبعد كده بتخش على مرحلة المكوة، تسويق المنتجات عن طريق تجار في جميع محافظات مصر. بتبدأ مثلا من القاهرة أو بورسعيد والمنصورة ودمياط والوجه الصعيدي بأكمله. التجار بتنزل البلد وبتتسوق، بتنزل المحلات، وبتنزل أحيانا المصانع، وبتتسوق ابتداء من شهر 5 كل سنة. وهي المهنة أصلا بتشتغل مهنة موسمية، يعني مش مهنة دايما طول السنة، بتشتغل لمدة 6 أشهر في القرية، وبعد كده بيحصل حالة ركود كل سنة، يعني حوالي 6 أشهر، وبعد كده بتجدد سنويا كل سنة. فتسويق المنتجات سهل مش صعب، ويوجد معارض برضك بالقرية اسمه شارع المعارض. المعارض دي كلها برضك بتاع مصانع، المصانع دي برضك بتطلع الانتاج بتاعها وتعرضه في المعرض بتاعتها. إذا
الشتاء مصدر الخير ليهم، ورغم شهرة تنامل الشرق الكبيرة في المنسوجات والتريكو، لكن تسويق منتجاتهم من أكتر المشكلات اللي بتواجههم وبتقف قدامهم. المهنة ديت يعني أجدادنا كانوا شغالين فيها، والمكان ده يعتبر من أحدث المكان في العالم. مكان الشتول ده ألماني، أحدث مكان في العالم، والمهنة كويسة. بس التصدير طبعا مستورد، بيضر المهنة شوية، بس يعني الحمد لله في تقدم والدنيا شغالة ومفيش مشكلة. يعني إن شاء الله البلد هتبقى كويسة، يعني إحنا مولودين فيها، يعني والدي هو اللي علمها لي وجدي هو اللي علم والدي، وبنتورثها، يعتبر بنتورثها. يعني عاوزين أسواق، يعني السوق الروسي كويس والسوق الأوروبي كويس، فهو دي المجال المطلوب ان احنا نصدر له، فبالتالي المهنة تتكدس. احنا مش متأخرين فيها، يعني المكان ده من احدث المكان في العالم كله، مكان الشتول الألماني. عندنا اللي بنطلع البلوفر الرجالي والحريمي والأطفالي والشبابي، وفي نفس الوقت الاكسسوارات برضو بتاع الأحذية والاكسسوارات بتاع الحريمي، كل ده في المهنة بتاعتنا. مكان التريكو بتعمل الشغل، التريكو اللي هو أي شغل، يعني بتعمل ضفاير، بتعمل أرانات، بتعمل طرزية، بتعمل خرام اللي هو الأجور، يعني بيبقى عبارة عن كذا خرم ببعض كده، يعني شغل يعني عالي جدا من أعلى الإمكانيات. عندناش مشكلة في الإمكانيات، أي بلوفر إيطالي ألماني المكنة دي بتعمله. تنامل الشرقي على طريقها تلاقي أكشاك للحوم منتشرة وكتيرة، يجي لها الناس من كل ناحية يشتروا منها. بالنسبة للحوم، احنا عندنا مزرعة كبيرة مرخصة من الزراعة، رخيص الزراعة، فيها أكتر من 500 راس. فطبعا عشان اللحمة تبقى نظيفة والشورة كويسة، فبنبدأ نألف عندنا وناخد من عندنا ندبح. أسعار اللحمة النظيفة طبعا، عشان في العلف غالي، العلف غالي ومصاريفه غالية والعمالة غالية. يعني راجل عندي 20 عامل، النهارده العامل بياخد في الشهر 2000 جنيه، ولو قلت لا مش هيجيلي وغيره مش هيجيلي. فهنا المصاريف ايه؟ اللحمه غاليه، اساسها العلف. لا العلف لو موجود الدنيا بتهدى شويه، انما احنا يعني نبدا بالعلف. النهارده كلها مزارع، ما عادش فلاحين زي زمان اللي كان مربوط اربعه واللي كان مربوط ثلاثه واللي كان مربوط خمسه، انتهت على كده. وده من ايه؟ العلف غالي، فالفلاح ياكل نفسه ولا ياكل يا مغزى المواشي، فبيضطر انه يتخلص منه. انما احنا كشغلتنا بنضطر ان احنا عند بنربي، والامكانيات الحمد لله موجوده لان مهنتنا، فما نقدرش نتخلى عن مهنتنا. فاحنا بنعمل العلف ويا مغزى المواشي ومربطين، وبنحصن البهايم وهي نازله وهي طالعه وكده. يعني اقسم بالله كان النهارده عندي دكتور، النهارده الساعه 8 في اول المزرعه، دكتور بيطري اسبوع لازم يشفي. النهارده كان معاده النهارده اتاخر، قلت له تعالى شوف احيا البهايم. ليه؟ دي من النهارده لو حصل له اي ظروف، لو ب 10,000 هيروح او ب 15,000. فاولا لازم الحكومه تشوف موضوع العلف ده ايه، خلي بال سيادتك، وتشوف موضوع التربيه ايه، وتساعد الفلاح. قم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فبالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب. والتعليم في قريتي نسبته عالية، ومدارسها خرجت مهندسين ودكاترة. ده مدرسة الشهيد محمود طه إبراهيم للتعليم الأساسي. المدرسة دي تأسست سنة 2001، و
مناسبة الشهيد سميت المدرسة باسمه لأن الشهيد طبعا من أبناء القرية، وقبل ما يكون من أبناء القرية هو ابن من أبناء المدرسة وتلميذ من تلامذتنا وبنفخر به دايما، وعشان كده احنا سمينا المدرسة دي باسمه. المدرسة دي تبع تعليم أساسي، مدرسة بتبدأ من رياض أطفال لحد تالتة إعدادي، يعني من سنة أولى رياض أطفال إلى تالتة إعدادي بيبدأ التلميذ فيها أو الطالب فيها بيبدأ من سن 4 سنوات، بيخرج من المدرسة عنده 16 سنة 17 سنة. الحمد لله بفضل الله مستوى التعليم في المدرسة ممتاز، بيصل إلى 95% ل 97%. معظم اللي اتخرجوا هذا العام والعام الماضي من أبناء الثانوية العامة في القرية، 8 منها دخلوا طب بشري، 5 منها في هندسة، 4 منها في تمريض عالي، وبعض التخصصات الأخرى معظمهم في تربية، معظمهم في أداب، معظمهم في كليات كلها من كليات القمة. الحمد لله المدرسة لا يوجد بها تلاميذ متسربين، تلميذ واحد ولظروف خاصة خرج من المدرسة أو هو مش موجود بالقرية ما نعرفش حتى بمكانه فين. نسبة التعليم فيها زي ما قلت من 95 ل 97، ما عندناش أمية، يعني أمية تصل إلى 2 أو 3%، ودي نسبة لا تذكر، لأن في جهد بيبذل بفضل الله تعالى من إدارة المدرسة ومن العاملين بالمدرسة، من أول العامل اللي بيشتغل في المدرسة بينظف المدرسة إلى مدير المدرسة. وبالمناسبة النهاردة احنا بنسجل يوم السبت وإحنا موجودين بالصدفة، يعني احنا موجودين السبت الجمعة بنبقى موجودين في المدرسة بنشتغل أعمال النظافة والأعمال الأخرى علشان ما ننشغلش طوال الأسبوع عن التلميذ، لأن شغلنا الشاغل ده التلميذ. مدرسة زي ما انتم شايفين حضرتك مكونة من 5 طوابق، فيها عدد من الفصول، فيها حجرات ممتازة جدا من الحجرات المعاونة للعمليات التعليمية كمعمل وكمكتبة وكغرفات الاقتصاد المنزلي والصيانة، يعني في حجرة للصيانة للمجال الزراعي والمجال الصناعي، فيها رياض أطفال، فيها تعليم ابتدائي، فيها تعليم إعدادي. زي ما انتم شايفين الحديقة بفضل الله موجودة زي ما انتم شايفينها، معمولة بأيادي أبناء المدرسة، يعني أبناء المدرسة العاملين المعلمين المدير العمال الكل مساهم في هذا المنظر الجميل اللي انتم شايفينه. من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء، فالصحة ثروة الإنسان العائل، ولأن الصحة هي الثروة وهي كل شيء اهتمت قريتي بصحة أهلها. عيادة الأسنان ده قسم من الأقسام اللي موجودة في الوحدة بتقدم خدمة للمواطن. هنا في العيادة الخارجية، في الاستقبال، في تنظيم أسرة، في الرعاية، بنقدم أنا كعيادة بنقدم خدمة طب الأسنان بالنسبة للمواطن اللي بيجي لنا، يعني بنقدم الخدمات المتاحة بالنسبة لنا بنقوم بيها بالنسبة للحشو، التنظيف، الخلع، الحاجات. أما الحاجات العمليات الكبيرة أو الحاجة مثلا في كسور فك، أي حاجة محتاجة تتحول بنحولها على المستشفى المركزي في حاجة. بالنسبة للعلاج في الوحدة هنا مجاني بالتذكرة العادية، المريض بيخش من الساعة 9 يتلقى الخدمة بتاعته وبيمشي. مش كل التخصصات موجوده هنا، في الطبيب البشري موجود، في تنظيم الاسره موجود، في انما بنفتقد طبعا للتخصصات زي الانف والاذن، زي الجلديه، زي الحاجات دي مش متاح بالنسبه لنا ان احنا يجي لنا حد منهم. يعني قريتي ككل القرى المصريه، اراضيها الخضراء العطيه منوره كل كفر فيها وناحيه، تلاقي فيها محاصيل كتير صيفية وشتوية، ده غير النخيل وأشجار الفاكهة الجميلة اللي بتضلل على أراضيها. نصلي الفجر ونطلع مثلا نشوف زرعينا، إن كان مثلا ري، عزيق، تمسيح، تقليع بطاطس، يعني متعودين على كده. بنزرع مثلا قمح، برسيم، بصل، بطاطس، بسلة، الحاجات الخضار بنزرعها. يعني عندي 3، واحده واخده دبلوم صنايع، واحد واخد اعداديه واختصر شغل في التريكو، واحده في ثانوي عام،
أنا نفسي يعني الحالة الاقتصادية بتاع الفلاح تنضبط والزراعة تتحسن معانا، لأن إحنا بالنظام ده كده إحنا مش عارفين نمشي في الدولة. زرعنا مثلا خضار عم نول إن كانت بطاطس ولا بصل ولا بسلة، كلها كانت حالة تعبانة. فيعني إحنا كنا نعتبر بنروح نشحت الخضار أو الزراعة بتاعتنا بره في الكومسيونات، ما بنعرفش نبيعها. يعني إحنا مثلا بنبهدل في بالنسبة للعمالة، بالنسبة للمراوي اللي أنت شايفينها دي، يعني ما بتجيبلناش مي. يعني عندنا الدرة اللي دي داخل السكن ما بنعرفش نروي منها، يعني عشان نيجي نروي مثلا ارضنا بناخد يوم واتنين راي من الزباله اللي فيها اللي انتوا شايفينها دي. اثرت على العماله عندنا، ما بنلاقيش عمال. احنا بنروح نجيب عماله مثلا من الكره المجاوره ناحيتنا، او احيانا بنجيب عماله من كفر الشيخ. بنيجي في فتره الرز مثلا ما بنلاقيش عماله، بنجيب عماله من كفر الشيخ والمناطق بتاع المحل والحتت دي. ما فيش التراكم باظ العماله عندنا، دي حاجه. وزاد على كده احنا ما فيش عماله في البلد. الاساسيات عندنا الغلابة والخضار، يعني مثلا ما عادش فيه مواشي زي الاول، لان بالنسبه للمواشي النهارده بتخسر ما بتكسبش. يعني واحد ينو مثلا حتتين بهايم يجي يحسهم فدان برسيم ب 4000 جنيه في الزرع او كام، ده ما بيصفيش معاه. فطبعا احنا بنركز مثلا على الخضار او على الزراعه المحاصيل البقوليه اللي هي الغله او الذره. ساحه القريه هنا 915 فدان وخمس قرارين. الثوابت اللي هي المحاصيل الحقلية 143 فدان و 18، وبقية الزمام أرض زراعية اللي هي بتزرع المحاصيل اللي هي الحقلية، محاصيل القمح والبطاطس والكرنب والبرسيم عشان تغذية المواشي، وفي بنزرع قساء وخيار وكنتالوب و أغلب المحاصيل يعني بتنزل هنا في القرية. مساعد الفلاح اللي أنا بوفر له، أنا الأول عملي فني، عملي كمهندس كنت شغال في الإرشاد، بقدم له اللي هي التوصيات الفنية للمزارع. أقول له مثلا احرص في الميعاد الفلاني، اروي في الميعاد الفلاني، سمت كذا، الري مثلا بالنسبة للمحاصيل الشتوية والصيفية اروي في الميعاد الفلاني، كافح مثلا بالبدائل المبيدات، ما يرشش مبيدات خالص، بدائل المبيدات اللي هو الرش بالنستابون والحاجات اللي هي الحديث. وبقدم له جميع التوصيات الفنيه، وعندنا بقى جهاز التعاون موفر له الاسمده والتقاوي، وان كان في مبيدات بالنسبه للخضار ومبيدات بالنسبه لمحاصيل الفاكهه وخلافه يعني. وكل طبعا التركو اثر على الزراعه بالنسبه للعماله، لان كل عمال القريه هنا اتجهوا لشغل التركو، والعماله بقى هنا في القريه بيستوردوا عمال من بلاد مجاوره او من قرى اخرى. واثر طبعا على نسبه التعليم التركو، يعني الطالب يروح المدرسة ما ينفعش يطلع يروح التريكو يتعلم التريكو، يقول لك أحسن لي هجيب لي 300 جنيه في الأسبوع أو حاجة، اللي هو الطفل الصغير اللي هو عنده حوالي 12 سنة أو حاجة. هي النص الحلو اللي بتتسند عليه، شاطرة جدا في أي مشروع تدخل فيه. عملت من التريكو حاجات كتير ملهاش مثيل، واخدة بالها من بيتها ومهتمية جدا بكل ما فيه، واقفة دايما جنب جوزها تساعده وتسنده، تربي ولادها وتعلمهم وتكبرهم، ما يهمهاش أبدا غير سعادة أهل بيتها وراحتهم. بنصحى نصلي وننزل لمرضى نكرف اللي بالجاموسه، ونروح نازلين مفرحينها وروحين تاني نفكر عيالنا ونفكر بجزنا، ونروح مثلا يروحوا مدارسهم نرجع تاني نيس. يا رب استرنا صحيح ومعانا مع المسلمين، ويسترنا دنيا واخره، لا يضر حد لا في مال ولا في عيال يا رب. اهتمت بيها قريتها، واهتمت أكتر بصحتها وصحة ولادها،
وعملت ندوات وحملات توعية ليها لتنظيم أسرتها. أنا المهندسة ستيرة محمد المهدي، مسؤولة التنمية الريفية بالإدارة الزراعية بمركز آجا، ومسؤولة عن كل ما هو خاص بالتنمية الريفية، من صحة إن إحنا بنعمل توعية للسيدات الريفيات من جهة الصحة، من جهة البيئة، من جهة الثروة الداجنة، من جهة الصناعات الغذائية. بنعمل توعية كمهندسات أو مرشدة زراعية للستات الريفيات، وفي علاقة بردك ما بين عشان إن الستات الريفيات يبقى عندهم خلفية بالنسبة للصحة، لنا علاقة في ندوات صحية بنعملها شهرية كل شهر، خاصة بالتطعيمات بتاع الأطفال، تطعيمات الست الحامل. ودلوقتي عايزين نعرف أهم التطعيمات الخاصة بالأطفال من يوم ما يتولد. التطعيمات الإجبارية الموجودة في الدولة المستهدفة على 10 أمراض، 5 بكتيري و5 فيروسي، 5 أمراض بكتيري و5 أمراض فيروسات. في حين الولادة بندي للطفل شلل الأطفال والBCG والMMR والخماس البكتيري مع الثلاثي، دول 10 أمراض. أيوة. ماشي. من أول ما العيل ما بتولد، من خلال أول ما يتولد على طول لغاية 7 أيام، بندي جرعة صفرية للطفل حين الولادة لغاية مدة 7 أيام. بالنسبة لتطعيمات الأطفال، ياريت نعرف بقى تطعيمات الأم الحامل. تطعيمات الأم الحامل هي لها 5 جرعات بتدوها مناعة مدى الحي. بتجيلنا حامل في الحمل الأولاني بتاخد حقنتين، حقنة في السادس وحقنة في السابع، بيبقى فيه فرق شهر ما بين الحقنة الأولانية والحقنة التانية. في الحمل التاني بتاخد حقنة، في الحمل التالت بتاخد حقنة، في الحمل الرابع بتاخد حقنة برضو، بحيث ان هي توصل لـ5 جرعات بتوعها يدوها مناعة مدى الحي. فبتيجي الست تاخد الحقنة، بنعمل لها ندوة عن تطعيمات الطفل وعن تنظيم الأسرة. عند ما تتم 40 بتيجي تستعمل وسيلة، الوسيلة بتيجي بتدخل تنظيم الأسرة، بتيجي تقعد معايا ومع الدكتور، والوسيلة المناسبة لها بنعمل لها مشورة، الوسيلة المناسبة لها الدكتور بيديها لها وبيجيني يقول لي أبلة دي لها كذا. بالنسبة لنا بقى كتنمية ريفية أيضا، لنا برضك مجال في محو الأمية، وبنعمل ندوات وقوافل على أساس إن إحنا برضك اللي إيه للستات في بيوتها. وكل مهندسة تنمية ريفية تعتبر كمرشدة، بتوجه الست الريفية على المحافظة على البيئة إزاي، منع لو يعني بنوجههم في حاجات كتير، ان احنا على سبيل المثال ما يبقاش في تلوث في نهر النيل. كمان بنقول لهم ازاي مثلا لو محتاج اي تصنيع او اي شيء، فهي ايه المرشدة الريفية هي اللي بتقوم بتوجه الستات الريفية. خلصت حدوتة قريتنا، لكن رحلتنا لسه ما خلصتش، هنلف وندور وتخلص حكاية، مش دي النهاية، قريتنا هي أصل الحكاية، وهذه قريتي.